السلام عليكم. اليوم هذا الفيديو راح اتحدث عن موضوع اللي هو دايبتاديل بيبتايديز 4 انهيبيتر. لما ياخذ الانسان الكربوهيدرات عن طريق الفم فانه راح يحفز الجي تي على افراز هرمونات معينه اللي هي الانكريتينس هرمون. من اهم هذه الانكريتينس هرمون هي جلوكاجون لايك بيبتايد 1 اند جلوكوز ديبندنت انسولينو تروبيك بولبيبتايد اللي هو باختصار يسموه جي اي بي. هاي الانكريتينس هرمون راح تحفز الانسولين ريليز من البيتا سيل، فهي مسؤوله عن early phase of insulin release، اضافه انه راح تقلل الجلوكاجون ريليز فروم الفا سيل، وايضا تقلل الجلوكوز برودكشن من الكبد، وبالتالي راح يقلل السكر في الدم. هذا الانكريتينس هرمون لما تدخل بلود فيزلز فانها راح تعاني رابيد ميتابوليزم بواسطة دايبيبتايديل بيبتايديز 4، ويصير بي ديجراديشن وتحول الى ان اكتف فورم. بعد ما شرحنا على الانكريتينس هرمون، الان راح نشرح على الميكانيزم اوف اكشن لهذه المجموعه. من اسمها المجموعه فانها تعمل على توقيف عمل انزيم اللي هو دايبيبتايديل بيبتايديز 4، فبالتالي تمنع رابيد ديجراديشن او الميتابوليزم اللي عصير هاي الانكريتينس هرمون، فتزيد من فعاليته، وبالتالي راح يزيد فعاليه الانسولين ريليز، وايضا راح يزيد الجلوكاجون انهيبيشن. هذه مجموعه من الادويه هي ويل ابزوربد افتر اورال ادمنستريشن، اضافه انه هذه الادويه ما تتاثر بالطعام. هذه المجموعه تستخدم العلاج السكري النوع الثاني كمونوثيرابي او كومبينيشنز وذ اذر كلاس اوف ميديكيشنز اللي من ضمنهم الميتفورمين او السلفونيليوريا او الثايوسالودين دايونز. عندنا السيتيغليبتين هو الوحيد اللي ممكن نعمل له كومبينيشنز وذ انسولين. ادفيرس افكت، بشكل عام هذه المجموعة well tolerated، ومن أهم السايد افكت اللي ممكن نشوفها مع هذه المجموعة هي النازوفارينجيتس، إضافة إنه ممكن يصير upper respiratory tract infection. هاي المجموعة من الأدوية ممكن تسوي severe joint pain، إضافة هناك animal study هذه الأدوية ممكن تعمل pre-malignant pancreatic lesions واللي ممكن يتطور إلى pancreatic adenocarcinoma. هذه المجموعة تضم عدد من الأدوية التي تنتهي بكلمة كليبتين. سيتيغليبتين أو ما يسمى تجاريا بجانوفيا، ويوجد كومبينيشنز مع الميتفورمين يسموه جانوميد، ويعطى 100 ملغرام يوميا، ممكن نقسمها 50 ملغرام مرتين يوميا. هذه الجرعة ممكن تحتاج دوز ادجستمنت في حالة شخص اندورينال امبيرمنت. هناك بوست ماركتنج ريبورت حول السيتيغليبتين بانه يعمل اكيوت بنكرياتيتس اضافة للهايبر سنسيتيفيتي رياكشن. ساكساغليبتين او ما يسمى انجلايزا، ويوجد ايضا بكومبينيشن مع الميتفورمين يسمى تجاريا بالكومبيجلايزا، ويعطى 2.5 او 5 ملغرام يوميا. هذا الدواء ممكن يحتاج دوز ادجستمنت في حال انه شخص اندورينال امبيرمنت او انه ياخذ انهبيتر للسيتوكروم 3A4 ميديكيشن. يعني لما ياخذ ادويه تعمل انهبيتر لهذا الانسان نحتاج انه نقلل الجرعه لهذا الساكساغليبتين، اضافه انه لما يعطى كومبينيشن مع ديجوكسين يحتاج دوز ادجستمنت اوف ديجوكسين لانه يزيد الكونسنتريشن اوف ديجوكسين. ايضا انه هذا الدواء يزيد ريسك اوف هارت فيلر. لينغليبتين او ما يسمى تجاريا تراجينتا، ويعطى 5 ملغرام يوميا، هذا ما يحتاج دوز ادجستمنت في حال الرينال امبيرمنت، وايضا انه شافوا هذا الدواء ممكن يزيد الريسك اوف اكيوت بنكرياتيتس. الوغليبتين او ما يسمى تجاريا نسينا، ويعطى ب 25 ملغرام يوميا، اضافه انه يحتاج دوز ادجستمنت في حال الرينال فيلر ويزيد الريسك اوف هارت فيلر. فيلداغليبتين او ما يسمى تجاريا بالجلفاز، وايضا يوجد ككومبينيشن مع الميتفورمين يسمى بالجلفاز ميد، هذا يعطى ب 50 ملغرام مره واحده او مرتين يوميا، اضافه انه هذا الدواء بشكل نادر ممكن يعمل هيباتيتس، لذلك الليفر فانكشن تيست لازم نعمله كل 3 اشهر باول سنه من الاستخدام، وبعد ذلك نستمر عليه الفحوصات بشكل دوري. هناك دواء بهذه المجموعه يعطى مره واحده اسبوعيا اسمه الامريليجليبتين، هو حاليا موجود بالاسواق اليابانيه لكن لحد الان ما دخل الاسواق الامريكيه ولا الاوروبيه، وهو من انتاج شركه ميرك. هذا السلايد راح نشوف المين فارموكاينيتكس او فارمودايناميكس بروبرتيز لهذه المجموعه من الادويه. راح نشوف الديلي ريكومندد دوز، اضافه انه الاختلاف بالاورال بايوفابيلتي، اضافه الليفر اكسكريشن والكيدني اكسكريشن. هذا السلايد راح يلخص الاختلافات بين هذه المجموعه من الادويه. وصلنا لنهايه المحاضره،
وإلى اللقاء في محاضرة جديدة. مع السلامة.